تريسور الباك اليمين كنوعير لنادي الوكرة. ناحية اليمين على طول عند عادل أحمد، كرة عرضية حلوة، حامد شامي إلى سوريا، يوقف فرديش يلعب من مرة واحدة وهدف أول. نعم 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 نعم، أول أهداف اللقاء لهداف الدوري سوريا، يسجل النجم الكبير هدف رقم 14 ويفتتح أول أهداف اللقاء بعد 9 دقائق من البداية. كان عنده زمن، عنده مساحة، عنده وقت كتير جدا ياخد قراره، قرر عدم التفريط والمجازفة في اللقطة الأولى، فهدي وهديت معاه، قال لها هدي راحت هدي، قال لها اقفي راحت واقفه، قال لها روحي راحت رايحه، سمعت الكلام بتحبه لانه محترمها، شوف الاحترام، حدش ضغط عليه، يا دوب اداله ظهره وقف، بص 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 بص، سايبين له مساحه، سايبين له زمن، وسوريا لا يرحم، رغم انها ما وقفتش كويس قوي لكن خدمته انها اتعدلت لمساحه التصويب ومرجحت الرجل وفتحت زاويه تصويب، يعني كون مهارته ما كانتش جميله قوي. 36 هدف في 3 سنوات مع فريق باريس سان جيرمان، لاعب نادي موناكو واسبانيول وسيلتا فيجو واشبيليا ومايوركا. ديني النجم الفرنسي، النجم البرازيلي نيني، وبابا مالك ونيني لتاني مره، ومتابعه وهدف. نعم نعم نعم، بابا مالك تصدى للعبه الاولى ولكن الرشاقه عنده لم تكن بالشكل المطلوب، ويحسب لهذا اللاعب رغم انه اللعبه الاولانيه وحشه واللعبه سهله الا انه كمل وراها ليحرز رابع اهدافه مع نادي الغرافه. 2-1 2-1 مع الدقيقه 30، طالما خبطت في الحارس ورجعت له من حقه ان يلعبها، لكن لو كانت خبطت في القائم او العارضه ورجعت له ولمسها كانت تبقى ضربه حره غير مباشره عليه، لانه كان يعتبر لمس الكره مرتين. كمل عليها بشكل كويس، الرشاقه الحقيقه عند بابا مالك ما كانتش عاليه، بص بابا مالك الرشاقه عنده ما كانتش عاليه.